هدف هذه كرة، الهدف الأول، الهدف الأول للنادي الإفريقي. باسيرو كومباوري بالرأس يسكن الكرة في الشباك، يصعد فوق الجميع وبالرأس الكرة، والهدف الأول للنادي الإفريقي والأول لباسيرو في زاوية صعيبة. لا يوقف مرة أخرى المباراة الحكم ثم يصفر إشارة التنفيذ. محمد علي عبد السلام، والتعادل، هدف التعادل للاتحاد الرياضي بتتوين، مخالفة ممتازة، ومحمد علي عبد السلام في الزاوية 90 يعدل النتيجة في توقيت 7 دقائق لعب في الشوط الثاني، وأول هدف للاتحاد. كرة للاتحاد الرياضي بتطاوين من جانب عزيز الرزقي، مرفوع الكرة خطيرة في منطقة الجزاء، خطيرة الكرة، سيلا براولة مرة ثانية، ثاني أهداف المباراة للاتحاد. المغربي علي حراق، المغربي علي حراق يحرق دفاع الإفريقي بتسديدة في المرمى بعد خطأ على مستوى التمركز. ثانية يفتح نحو طبعا وقفوا قدامنا ما نجموش نشوفوا، والهدف الثاني هدف التعادل، هدف التعادل للنادي الإفريقي. لم نشاهد طبعا لأنه أحد الموجودين في الملعب وقف أمامنا، وإدريس الطبوبي يمضي ثاني أهداف المباراة للإفريقي، 2-2. تعود المباراة ويعود التشويق في هذه اللحظات مع نهاية هذا